السلام عليكم، معكم باشمهندس سيد حسين، مهندس تصميم إنشائي وباحث رسالة ماجستير جامعة القاهرة. في الفيديو القصير ده حابب أعرض نقطة في التصميم، وفي العادة أنا بحب أشارك في نقط في النقاشات لمسائل التصميم ونقط التصميم، ولطالما يعني تعودت على إن دايما رأيي لازم يبقى بمرجعية، سواء كانت كود أو مرجع أو جايد. فالنهاردة هنتكلم عن تأثير في earthquake engineering اسمه الباكستي effect. كلنا بنصمم مباني بعضها متوسط في الارتفاع وبعضها عالي، فبفرض ان انا عندي مبنى زي ده، مبنى عالي، النظام المقاوم للزلازل فيه هو الشير وول سيستم. فمعروف ان الشير وول سيستم بيأكت از كانتيليفر لما بيجي عليه الحمل بتاع الزلزال، فبتكون لي تحت البيش شير وريزيستنج مومنت. لكن نفرض ان انا عندي الهاي رايز بتاعي ده او المبنى العالي بتاعي ده كان فيه بدروم تحت الارض او اكتر من بدروم. احيانا بلاقي مهندسين بتدخلش ريتينينج وول معاها في الموديلنج، لانها ما بتبقاش ماسكه البلاطه، وبيعتبروا ان هي بتريزيست السويل، بترتين السويل بس، وهو ده تاثيرها في الحقيقة. عدم ادخال الشير وول في المنشأ ده بيسبب احيانا مشاكل، سواء هي كانت ماسكة البلاطة او مش ماسكة البلاطة. لو مش ماسكة البلاطة بتسبب افكت تاني احنا مش هنتكلم عنه النهاردة، بس هو اسمه شورت كولوم افكت، وده بيعمل انهيار للأعمدة في الشير، يعني اثناء حدوث زلزال. يعني لو قام زلزال على المنشأ ممكن الأعمدة تنهار في الشير. ولكن احنا دلوقتي هنتكلم ان انا لو عندي ريتينينج وول ماسكه البلاطه وفي بدروم او اكتر من بدروم تحت الارض، فبيتكون عندي الباك ستي افكت، اللي هو ان المنشأ او الكور بتاع المنشأ بيبقى عايز يدفلكت كده، ولكن نتيجة وجود عناصر مقاومة للزلازل اكتر عند الليفل ده، هنتكلم عن المصطلحات دلوقتي، فبيتكون ريزيستنج مومنت بيساعد ان هو يعمل مومنت عكس الاوفر تيرنينج مومنت. فالجمله الانشائيه دي او الجمله الانشائيه اللي حصلت هنا ده هو ده الباك ستي افكت. هنحاول نشرحه بطريقه افضل، ولكن كتبسيط ان انا بيبقى عندي المنشأ بيبقى عايز يديفلكت، فهنا بيبقى فيه زي دايفرام ممسوك بريتيننج وول. الريتيننج وول دي ليها جساء قوية، فهي ما بتخلوش يتحرك الدايفرام ده، وعليه بيمنع الحركة، بيكون لي ما يسمى بالركيزة أو الدعامة. هنا نوع الدعامة دي بيبقى زي سبرينج كده، بس هو بيمنع الحركة في النقطة دي. قبل ما نتكلم بقى عن التأثير ده، حابين نعرف مصطلحات علمية يعني بتستخدم يعني في وصف التأثير. أول حاجة، أول مصطلح هو البوديوم. البوديوم ده هي الليفل اللي عنده بتتكون الركيزة. طب إيه هو تعريف البوديوم؟ تعريف البوديوم هو الليفل عنده ريزيستنج اليمنت للزلزال، عنده عناصر مقاومه للزلزال اكبر او ازيد من العناصر اللي فوق، من عناصر الليفل اللي فوقيه. يعني العناصر المقاومه للزلزال في طول المنشأ هنا كده هو الكور اللي في النص ده، بيجي عند الليفل اللي تحت، بيجي عند الليفل ده. هنا انا عندي ريتيننج وول ماسكه الدايفرام ده، فالريتيننج وول دي هي بتزود الاستفنس، اللاترال استفنس بتاعت المنشأ، فدي عناصر مقاومة للزلزال، شئت أم أبيت هي هتساعد هتقاوم معاك. وقد تكون المنشأ ده بيكون واسع شوية، فتكون أنت حاطط حيطة هنا بقى أو حيطة هنا، فدي برضو additional seismic force resisting element، عناصر مقاومة للزلزال زيادة. فالحاجات فال فالعناصر دي بتمسك الديافرام ده وتخليه ما يتحركش، وبالتالي يكون ركيزة عند النقطة دي. فهو ده أول تعريف اللي هو إيه؟ البوديوم. مكونات البوديوم زي ما قلنا، الحوائط المحيطة بالمنشأ عشان اللي هي تحت مستوى تحت سطح الأرض،
عشان تحوط عشان تمنع السويل، يعني تريتين السويل. تاني حاجة الفلورز، لو انا عندي اكتر من بدروم تحت الارض فبرضو دول بيمنعوا بيساعدوا او بيكونوا لي بوديوم. تالت حاجة السويل او الباسيف ايرث بريشر اللي متكون هنا، لما المنشأ ده بيجي يتزق كده فهنا بيتكون باسيف ايرث بريشر، اللي هي يعني تأثير الباسيف مش قوي قوي في الحالة دي، يعني اضعفهم، اضعف حلقة في الثلاثة، في الثلاث مكونات دول هو الايه الباسيف. فالباك ستاي بقى بيحصل ازاي؟ بيحصل ان القوة بتبقى متوزعة على الكور، وبعدين بتيجي عند الليفل ده تتوزع على عناصر ازيد، وبالتالي الكور مش بيدفلكت بكامل بحريته، بيقيد هنا كده. الافكت ده اللي هو الباك ستاي افكت بيكون ريسترين موجود، بيكون ريسترين زياده على المنشأ هي اصلا ما كانتش موجوده. في العادي ان احنا الكانتليفر اكشن هو فيكسد هنج، اسف، فري فيكسد من هنا بس، يعني فري وفيكسد، لكن هنا انا كونت دعامه بتمنعني الحركه دي، ده ريسترين ما كانش موجود في المنشأ ولكن اتكون نتيجه وجود البوديوم دي. طبعا في منشآت بيستثنى منها الافكت ده اللي هي بيبقى فيها فاصل ما بين المين تاور، بيبقى في فاصل هنا وفي فاصل هنا عشان يمنع الايه الحركة دي، او يخلي المنشأ يتحرك براحته او الكور اللي في النص ده يتحرك براحته. طبعا ده بيستثنى من دي، الحاجات دي بتستثنى، يعني بيستثنى منها يعني التأثير ده. طب دلوقتي عايزين نفهم فكرة، نعمل موديل صغير كده. هو دايما عشان تفهم الجملة الإنشائية لازم تعملها سيمبل موديل كده. فلو هو ده المنشأ بتاعي، ففي العادي أنا لما باجي أمثل شير وول سيستم أو كور بمثله إزاي؟ بمثله إن هو فيكسد فري، تمام؟ وبما إن حمل الزلزال طبعا زي ما احنا عارفين مثلث مقلوب، ده بس للتبسيط، فاحنا هن هن إيه هنعمله كده، هنعمله مثلث مقلوب فور ناو يعني، او للتبسيط. الافكت التاني ان انا اتكون عندي هنا عند الليفل ده كده اتكون ركيزه. الركيزه دي انا هعتبرها دلوقتي ان هي بتمنع الحركه تماما، اللي هو عندي باك ستاي، عندي باك ستاي فول باك ستاي، ان هو ما فيش حركه بتتحرك هنا خالص. طيب اللي بيحصل في الحقيقه بقى للمنشأ هي حاجه ان بتوين التو اكستريم كيسز دول، فهي هتبقى حاجه عباره عن زومبورك او ستيفنر، اسف، سبرينج. هنا السبرينج ده الستيفنس بتاعته بيتحكم فيها الثلاث مكونات اللي احنا قلناهم من شويه، اللي هو السويل وقوه الدايفرام والحوائط او الاليمنت الزياده المقاومه للزلازل اللي هي الريتيننج وول يعني. تعالوا بقى نشوف ايه تأثير الباك ستاي افكت قبل ما نشوف التأثير، يعني الدعامة دي في المنشأ ايه. الباك ستاي افكت ليه اسامي تانية، ممكن يسمى شير ريفرسال، ليه؟ هنعرف لما نبص على التأثير بتاعه. فنفترض دلوقتي ان انا عملت ان انا للثلاث حالات اللي فاتوا دول دخلتهم على الساب او اي برنامج يعني، وطلعت ليهم المومنت. ففي الكانتليفر اكشن هو كانتليفر صريح، حتى انا مش محتاج اصلا اخش على الساب يعني احسن. هنا الحاله دي اتكون، يعني المومنت عكس في الحته دي كده، المومنت عكس على الاساسات، وده ممكن تلاقيه جدا في الموديل. يعني ممكن انت اصلا بتعمل موديل تلاقي الحركه دي حصلت اصلا في الدور الاول وانت مش عارف ليه، اللي هو فوق الاساسات على طول. فطالما هي دي اكيد، طالما دي حصلت يبقى انت عندك باك ستاي افكت على طول. الحاجه بقى التانية اللي هي ان بتوين، ان هي يتكون ايه، يعني المومنت ما يبقاش كبير قوي كده عند الركيزه اللي تحت، يعني يعني ما يبقاش كبير يعني. طيب في الثلاث حالات مفيش مشكله هنا في حاجه، ان المومنت عند الليفل ده، المومنت عند الليفل ده هو رقم ثابت يعني، يمكن هنا ازيد عند الاساسات وهنا مش ازيد عند الاساسات، او بيعكس الناحيه التانية، يعني المومنت عند الاساسات هنا صغير جدا. لكن تعالى بقى نبص على الشير. الشير بقى للاسف يعني في الوضع العادي اللي هو كانتليفر اكشن، لا انا اصلا مش مدخل الباك ستيف معايا ده خالص، فهو الشير
ارقامه صغيره جدا يعني. بص الشير عند البيز 60 اللي هو، لكن لو احنا بقى قلنا ان الركيزه اللي اتكونت هنا دي قويه جدا، فهنلاقي ان الشير عكس وبعدين عكس مش بقيمه عاديه، لا ده عكس باربع اضعاف القيمه اللي هي كانت هنا اصلا. يعني الرقم اللي هنا ده اللي هو 60، هنا انا بقيت 210، فرقم كبير جدا يعني. لكن اللي في الحقيقه حاجه بين ان بتوين ده وما بين ده، فهو سواء في الاخر هيعكس وهيكون شير كبير. طب ده هيأثر عليا في ايه؟ انا اصلا بعتمد في الشير وول سيستم او في الكور سيستم اللي انا حاطه على تكون مفصله لادنه عند الاتصال القاعده بالاساسات. اولا بعيدا عن ان المفصله اللادنه ممكن ما تتكونش عند الاساسات، ده هتترفع فوق شويه عند مستوى الركيزه. تاني حاجه ان انا مش هبقى واخد بالي من الشير، لو انا ما خدتش بالي من الشير ده انا مش هحصل على المفصله اللادنه اصلا، لان انا عشان احصل مفصله لادنه لازم يظهر الانهيار الاولاني بتاعي، يبدا الانهيار انهيار مومنت، ما يبقاش اي انهيار تاني، لا باكلينج ولا شير ولا اي انهيار في الشير وول خالص، ولا انهيار في الخرسانه في الضغط، يبدا انهيار في الحديد ان هو ييلد، يبدا يحصل بلاستيك هنج ويبدا يحصل ازاحات. ف للاسف بتولد الشير الكبير ده الحيطه تنهار شير قبل ما توصل للبلاستيك هنج يعني. فده تاثير الباك ستي يعني، ده او ده اللي ايه اللي هيحصل في المنشا نتيجه الباك ستي. كانك حطيت هنا زنبرك بالظبط. دايما زي ما قلنا السيمبل موديل بيفهمنا كتير يعني، برضو في سيمبل موديل برضو للاوت ريجر سيستم اللي هو انت تلاقي المومنت حصل هنا زي سبرينج برضو، وتلاقي المفروض كان تليفر اكشن زي ده كده، فبتحط هنا تلاقي هنا زي حصل سبرينج في الاوت ريجر سيستم، والمومنت احنا طبعا عارفين ان كان تليفر ما بيجيبش بوزيتيف مومنت خالص، فانت تلاقي بقى في الاوت ريجر سيستم ان الايه المومنت لف كده، لان المومنت لف كده وجاب موجب. فده برضو من الجمل الانشائيه اللي ليها برضو ممكن ندرسها او ممكن نعمل برزنتيشن عنها في فيديو تاني. موديلنج بقى بتاع الباك ستي افكت ازاي بقى اقدر ادخله في الموديل ده، اعتمادا على جايد اسمه اي تي سي، ممكن تبقى تطلعوا عليه يعني. بس هو هيفرض تو كيسز، ان انا عندي بيحصل ان الحوائط بتاعه البدروم دي او الحوائط بتاعه البدرومات بتريزيست معايا جامد والدايفرام قوي، وبالتالي هتتكون الدعامه وتبقى دعامه قويه، وبناء عليه هيتولد على الكور بتاعي شير كبير، او العكس ان يتولد على الاساسات بتاعتي مومنت كبير، ان هو اصل كل احد الطريقين يعني. برجوع للسلايد دي، هنا في هنا دايركت لود وهنا الباك ستي لود. الدايركت لود اللي هو اول واحد في الثلاثه دول، ده الدايركت لود، واخر واحد ده الباك ستي لود. الدايركت لود زي ما قلنا بيولد مومنت كبير على الاساسات هنا، بيولد مومنت كبير على الاساسات هنا، بينما الباك ستي لود هيولد شير ايه ريفرسال اهو على عند على الكور ده، تمام. فهو ده الفرق ما بين الاثنين، فاللي بيحصل حاجه ان بتوين الاثنين دول. فاحنا عشان الجايد ده عشان يسهل الموديلنج، طبعا في ابحاث اتعملت على النقطه دي، يعني ممكن لو حابب يقرا في الموضوع يقرا بقى، لان الدايفرام ده الدايفرام اللي هو الماسك بتاع الحركه ده، الدايفرام ده برضو بيتصمم يعني المفروض ان هو يبقى جاسئ كفايه ان هو ما ينهارش لما يحصل تحميل عليه. لو انت ما خدتش اصلا بالك من الباك ستي، فانت بشكل او باخر بتقر ان انت هتدغدغ الدايفرام اثناء حدوث الزلزال، يعني الدايفرام عند الحته دي كده هيتدغدغ، لانه هو لو هو ضعيف. بس الفكره في ايه؟ لو هو مش ضعيف، فلو هو مش ضعيف هيقول هي يعني هيكون ريسترين على الكور، شئت ام ابيت هو هيكون ريسترين لان هو ليه جساء برضه، او ممكن يتكسر. الفكره انت ما تبقاش عارف يعني، انت بس يعني يهمك او مهم ان انت تبص عليها او انت تاخد بالك منها في التصميم يعني. وفي يعني في ابحاث انا قريتها بتدرس الاستريس على الدايفرام ده كله، الشير والشد والضغط اللي عليه. فزي ما قلنا اول كيس اللي هي كيس واحد دي اللي هي الباك ستي لود، اللي هو الكيس رقم ثلاثة هنا دي، كيس رقم ثلاثة هنا دي اللي هي تالت واحدة على اليمين، وكيس رقم اتنين اللي هي الدايركت لود اللي هي كيس رقم واحد هنا اللي هي اول واحدة على الشمال، اول واحدة على الشمال. فهو بيفترض ايه بقى؟
في الكيس رقم الباك ستي لود. الباك ستي لود هو بيفترض ان الدايفرام بتاعي قوي، الدايفرام بتاعي قوي، والريتيننج وول برضو بتاعتي هتريزيست الحركه، وبالتالي ده هي جوفرن يعني الاسامبشنز دي اللي انا هفرضها دلوقتي اللي احنا هنعرضها يعني هتجوفرن ايه الديزاين بتاع الدايفرام. في حاجه برضو عايزين نتكلم عليها على الدايفرام، الدايفرام اللي هو عند البوديوم ليفل ده لازم يبقى سيمي ريجيد، يعني لازم يبقى سيمي ريجيد، لان هو لو ما بقاش سيمي ريجيد هيكون عندي يعني هيجيب سترينج اكشن كبيره، فهو لازم يبقى سيمي ريجيد عشان يحاكي الان بلين ستيفنس بتاعته، عشان اقدر احاكي الان بلين ستيفنس بتاعته. طبعا التوصيات دي كلها في الجايد، يعني حد حابب يستزيد في القرايه احنا بس بنعرض الفكره عشان حد حابب يعني يكمل فيها ويقرا فيها مفيش مشكله، لان ان ديتيلز الموضوع هيبقى طويل شويه. تمام، ده اول كيس ان انا بفرض شويه اسامبشن بتخليني بتخلي القوه على الدايفرام كبيره فاقدر اصمم ساعتها الدايفرام. تاني لود باص ان انا افرض اسامبشن او تخلي اكرك القطاعات بتاعه الدايفرام، يعني اعتبر ان الدايفرام ده اتشرخ والجساء بتاعه الريتيننج وول برضو ضعيفه، وبالتالي ده هيخليني اصمم الاساسات بشكل جيد، يعني انا ساعتها الاساسات هيجي عليها مومنت زياده. زي نرجع كده اهي اهو، دي كيس رقم 2 ودي كيس رقم 1، دول التو لود باص اللي انا همشي عليهم عشان اقدر اصمم المنشأ بتاعي بشكل يحاكي الباك ستي افكت، لان انا مبقاش عارف هيحصل مكونه، هيحصل العناصر تبقى جاسئه كفايه ان هي تكون دعامه قويه او لا، وما مدى جساءه الدعامه دي. طبعا انا عملت تايم هيستوري اناليسيز اقدر طبعا احصل على ده نتائج اكثر دقه، ولكن انا هحصر التصميم في تو اكستريم كيسز، كل الحالات اللي ما بينهم هي ان شاء الله سيف. فالكيسز دي ذكرت في الجايد، ودي الاستيفنس ريكومندد، يعني ريكومندد ستيفنس اللي انت تدخلها في الموديل عشان تكونسيدر يعني الايه التو كيسز. يعني هي احنا زي مثلا نقول لك الكيس رقم 2 بيعتبر ان فولي كراكد سيكشن للدايفرام، ان هو بيعتبر ان الدايفرام اتكسر خلاص، وبالتالي ان انا عندي كيس 2 دي اللي هي دايركت لود اللي هو بيتصرف اذا كانت ليفر اكشن، مفيش اي ركيزه في النص بتاثر عليه، والكيس واحد العكس ان انا عندي ركيزه والركيزه دي ليها ستيفنس بتتوقف على ستيفنس بتاعه الحوائط والدايفرام. في تأثير مشابه للباك ستي افكت اسمه سيت باك افكت، يعني ده مشابه للباك ستي وبيطلق برضو عليه اسمه ستيب باك افكت. وده بيحصل ايه؟ احنا قلنا ان السيت باك افكت ستيب باك افكت بيحصل عند اللور بارت اوف تاور، يعني بيحصل ايه لور بارت يعني هنا، لكن لو حصل نفس الافكت ده واتكونت ركيزه فوق شويه نتيجه ان دي طبعا هنا هنا المعمار يعني يحكم علينا ان نتيجه ان التاور ده بيبقى مكمل وفي تاور جنبه او في جزء من المبنى مش بيكمل. طبعا هو الافضل ان انت تفصل، يعني احنا مش هنتكلم عن الحته دي، ان هنا فعلا الافضل ان انت تفصل، لكن احنا بنتكلم ان انت لو عندك منشأ مكمل، ودي كيسز اعتقد ممكن تلاقيها، زي بيبقى في مباني بتبقى شايله 2 تاور ومشتركين في ادوار من تحت، يعني 2 تاورز وتحت البيز بتاعتهم واحده، مش البيز كمان ده في ادوار مشتركه ما بينهم بتبقى مفتوحه على بعض من غير فاصل. فاحنا هنا حاجه شبيهه بده. ف يعني هنا بقى ايه اللي بيحصل؟ هنا بيحصل ديسكونتينيوتي في العناصر المقاومه للزلزال، يعني انت هنا العناصر اللي بتقاوم للزلزال هي كانت ايه؟ الكور 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 الكور، لحد هنا بقى في الكور وفي الكور الصغير ده او الوول الصغيره دي كمان، فهنا اصبح عندي 2 بيقاوموا الزلزال، فده ممكن يكون لي هنا سيت باك افكت تاثيره بيبقى اقل شويه من اللي تحت ده، اللي تحت ده جساءته اقوى، ولكن هنا طبعا لو الجساءات زادت يعني لو في اكتر من شير وول هيتكون طبعا جساءه عاليه هنا، فهنا برضو بيتكون زي الدعامه برضو او سبرينج عند الليفل ده.
ده بيكون لي ايه بقى؟ ممكن يخلق اصلا لان لينيارتي في النقطه دي، يعني هنا ممكن يتكون بلس كينج هنا، يعني ممكن بلس كينج تتكون هنا ومتتكونش تحت. فدي الحاجات دي بتبقى ايه غير مرغوب فيها، يعني ان هي تحصل. ده كده كتاثير السيت باك افكت اللي هو شبه السيت الباك ستي افكت. طبعا هنا انا علمت على الحته اللي بيحصل عندها الافكت ده. الكونكلوجن النهائي يعني طبعا هي دي كانت سلايد بسيطه كده بس بتعرض الفكره بدل ما اكتبه في بوست وكده، فالموضوع يعني ايه يبقى اصغر يعني لو انا اتكلمت يعني وكان في صور وبتاع. ان التول ستراكشر دي دايما بيبقى فيها باك ستي افكت، يعني انت لو عندك بدروم او بدرومين انت بشكل او باخر هتواجه الباك ستي افكت. النقطة رقم اتنين دي للي بيجيله الجراءة ان هو يشيل الريتيننج وول من الموديل، تمام؟ لا يجنور، يعني ان انت تعمل يجنور الاليمنت دي بتسبب مشاكل، يعني بتسبب مشاكل. انا عايز اقول لك كمان ان النون ستراكشر اليمنت بتعمل نون ستراكشر اليمنت اللي مش ريتيننج وول اصلا، نون ستراكشر اليمنت تعمل مشاكل في الزلازل يعني. فما تهملش اي عنصر قد يتراءى في ذهنك ان هو مش مهم، وان انت كده كونزرفاتيف، يعني ان انت ما ان انت اهملته يعني، وان انت اتصرفت ككانتليفر اكشن. انا معاك ان الكانتليفر اكشن هيجيب مومنت زياده على الاعمده وعلى الكور، ولكن مش هو ده اللي هيحصل في الحقيقه، وهيبقى عندك زي دعامه يعني. فانت ما تهملش الايه العناصر الانشائيه اللي تحت السلابنج ريت، او اسف اللي تحت البلاطه بتاعت الارض يعني، لان دي بتتسبب في اندر استيميت للفورسز على بعض الاليمنت يعني. تاني حاجة تالت حاجة الدايفرامز طبعا. انا ما اتكلمتش على الدايفرام بتاع اللي هو المين دايفرام بتاع الباك ستي ده. احنا زي ما قلنا ان هو لازم يبقى سيمي ريجيد، ولازم نتريس فيه القوة يعني، ونشوف هيتولد عليه ايه، القوة شكلها عامل ازاي، ويتم يعني وتتشك عليه سواء ضغط او شد يعني. فالدايفرام ده يعني متوقع مني ان متوقع يعني بعد الديزاين ان هو يطلع سمكه ازيد من الدايفرامات اللي فوق، يعني الدايفرامات المبنى اللي فوق دي كلها هي يعني عادي بتوزع القوة اللي جاية من الزلزال، لكن ده بيحصل عنده توزيع قوة ازيد من الـ من الـ من الـ من الـ من اي دايفرام فوق، يعني بيبقى عليه تركيز اكتر للاجهادات. فمتوقع ان متوقع يعني ان السمك بتاعه يبقى ازيد عشان الافكت ده، ده لو انت مش عايزه يتكسر اثناء الزلزال. فاتمنى ان السلايد البسيطة دي تكون نالت اعجابكم يعني، وان شاء الله يعني في نقط تانية يعني ممكن اطلع واتكلم فيها، بحكم يعني ان انا بحب اتكلم في ايرث كويك، وخاصة ان انا قضيت عمر يعني من او جزء من عمري يعني في دراسة المقررات الخاصة بالزلازل وكده. فمن مبدأ ان انا حابب اشارك المعلومات دي واسمع الاراء، فان شاء الله نبقى نطلع في فيديوهات تانية يعني نثير برضو نقطة في الديزاين كده ونتكلم فيها، ومواضيع عن الزلازل بصفة عامة زي طرق التحليل تايم هيستوري بوش اوفر اناليسيز ريسبونس سبيكترم اناليسيز، وناخد اكزامبلز كده ونستعرضها ان شاء الله يعني. فلو عجبكم الفيديو يعني وعجبتكم السلايد ممكن تنتظروا المزيد يعني ان شاء الله. سلام عليكم.